إفريقيا. بالمناسبة أن أشيد إشادة خاصة بمساهمته الشخصية. تؤكد الجزائر اليوم تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أنها ستظل طرفاً فاعلاً وجزءاً لا يتجزأ من الجهد الإفريقي الموحد الرامي لكسب رهانات التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية الطموحة التي رسمنا معالمها معاً ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي المعروفة بأجندة 2063، وهو ما يسعى بلادي حالياً لتجسيده عبر مشاريع تنموية تم إقرارها لفائدة العديد من الدول الإفريقية الشقيقة والتي تشرف على إنجازها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بعد أن قام السيد رئيس الجمهورية بتعزيز ميزانيتها بغلاف قدره مليار دولار أمريكي. It is time that Africa works on finding solutions to our problems. لقد حان الوقت أن تستيقظ إفريقيا لإيجاد حلول لمشاكلنا، وفي هذا الصدد أود أن أرحب بمبادرة الرئيس تبون الذي أعلن في قمة الاتحاد الإفريقي لمنح مليار دولار أمريكي لتمويل التنمية في إفريقيا. هذه رسالة قوية يجب الإشادة بها. This is a strong message that must be applauded.